السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اقول لكم على استخدامات للنوت بوك او الدفاتر، يعني لان ساعات بنجيب شوية كتير، يعني انا من مدمنين النوت بوك وكده، فبقعد اشتري شوية كتير وفي الاخر ما بقاش عارفة اعمل بيهم ايه. فالنهاردة اقول لكم على استخدامات ليهم. اول حاجة يا جماعة هي مثلا ان احنا نلخص الدروس بتاعتنا، يعني مثلا في الماس نلخص القواعد، ومثلا في الانجليزي نفس الوضع، وفي العربي نلخص مثلا حاجات النحو وكده. الموضوع ده هيسهل علينا المذاكرة كتير جدا، يعني لما نذاكر بعد كده نذاكر من الملخص ده بدل ما هنقعد ندور على الكتب وكده. الموضوع ده بجد حلو جدا. تاني حاجة يا جماعة هي النوت بوك، مثلا ممكن ناخدها معانا برضو في المدرسة، تبقى نوت بوك مخصصة يعني ان احنا ناخدها معانا في المدرسة عشان مثلا نكتب فيها طلبات المدرسة او الملاحظات اللي مثلا بتبقى هناك، مواعيد مثلا امتحانات وكده. الموضوع ده برضو بنبقى محتاجينه جدا خصوصا في ايام الدراسة. كمان يا جماعة بنبقى محتاجين ناخد نوت بوك معانا في الشنطة نكتب فيها قبل ما ننزل، يعني نكتب فيها المشتريات سواء بتاعة الدراسة او المشتريات عموما، يعني لو احنا نازلين مكان نشتري منه حاجة او كده نكتب الحاجة قبل ما ننزل، بعديها ناخد النوت بوك دي معانا في الشنطة. يفضل طبعا انها تكون صغيرة، يعني عشان لو كبيرة وكده هتبقى تقيلة. المهم نكتب فيها الحاجات اللي احنا عايزين نجيبها عشان لما ننزل ما نقعدش بقى نفتكر كنا هنجيب ايه وايه اللي جبنا هنا وكده. فبجد الموضوع ده هيكون حلو جدا عشان ما ننساش حاجه لما نيجي نشتري الحاجات. كمان يا جماعه خلي معانا نوت بوك في الشنطه عموما، ممكن مثلا لو هناخد رقم حد او مثلا عنوان حاجه او كده برضو نطلعها ونكتب فيها. الفكرة دي بقى بجد بجد مسلية جدا، يعني كل اللي عملته اني جبت نوت بوك، يعني هي ليها استخدام. ايه اصحابي هيكتبوا لي فيها مثلا اتقابلنا ازاي او كده، وبجد بعديها لما هنيجي نقراهم بقى مثلا بعديها بكام سنة هنلاقي ان الموضوع حلو جدا يعني كذكرى وكده. فبجد الموضوع ده حلو جدا، يعني هي نوت بوك كل اللي عملته اني قلت لاصحابي يكتبوا فيها مثلا، وبعديها هتبقى ذكرى جميلة جدا بعديها يعني بسنين لما اجي افتحها وكده. بجد الموضوع حلو جدا. الاستخدام ده بقى يا جماعة لأصحاب القنوات او الناس يعني اللي ليها محتوى على اي موقع عموما، مثلا ان احنا نكتب الافكار. يعني انا عن نفسي بكتب افكار الفيديوهات بتاعه اليوتيوب في النوت بوك دي عشان بعد كده لما اجي اصور يكون الموضوع سهل بالنسبه لي، ما اقعدش افتكر انا كنت هصور ايه وايه اللي كان في الفيديو اصلا. فبجد الموضوع ده حلو جدا لو فاتحين قناه عموما. يعني الفكره اللي بعد كده والاستخدام اللي بعد كده هو بجد حلو جدا برضو، هو ان احنا مثلا لو عايزين نتعلم لغه جديده او بناخد كورس في لغه برضو نكتب الحاجة او القواعد يعني بتاعت اللغة كده في نوت بوك. بجد الموضوع ده حلو جدا، يعني انا عن نفسي كنت ناوية اتعلم تركي فكتبت القواعد بتاعت اللغة في النوت بوك دي. صراحة حبيت الموضوع جدا، يعني خصوصا ان النوت بوك اساسا شكلها كيوت قوي ويفتح النفس، فبصراحة الفكرة دي حلوة جدا. كمان يا جماعة ممكن نجيب نوت بوك ونكتب فيها الماسكات او الوصفات، يعني مثلا بتاعت الاكل او الماسكات بتاعت البشرة مثلا، عشان بعد كده لما نيجي نعمل وصفة ايا كان يعني في الاكل او للوش يعني ماسك او كده نلاقي الوصفة مكتوبة، مش كل شوية هنقعد بقى نفتكر او ندور على مثلا الفيديو اللي كان جواه الوصفة او كده. بجد الموضوع ده هيسهل علينا حاجات كتير جدا، يعني بدل ما هنقعد ندور مثلا في اليوتيوب كله على الوصفة او على الحاجة اللي كنا هنعملها، لما نلاقيها مكتوبة قدامنا هيكون الموضوع اسهل بكتير. وده برضو استخدام جميل جدا. كمان يا جماعة ممكن نستعمل النوت بوك كتودو ليست، يعني مثلا نكتب فيها الحاجات اللي احنا عايزين نعملها او مثلا نكتب فيها الحاجات يعني اللي ورانا مثلا وكده. بجد الموضوع ده برضو حلو جدا. كمان يا جماعة ممكن نعمل نوت بوك للحاجات اللي نستفاد منها على اليوتيوب يعني او على اي برنامج عموما، يعني في حاجات نستفادها من السوشيال ميديا ممكن نكتبها في النوت بوك. الموضوع ده برضو هيبقى كويس جدا لاستعمال النوت بوك. او كمان ممكن نكتب فيها الاحاديث، يعني برضو الموضوع ده حلو جدا. كمان يا جماعة بجد الفكرة دي منقذة جدا، يعني لما مثلا بيبقى في امتحانات قبل امتحان نص سنة وكده في الدروس او في المدرسة يعني قبل الامتحان النهائي، الامتحانات دي لو غلطنا فيها ممكن نكتب الغلطات في نوت بوك. بجد الموضوع ده كويس جدا عشان بعد كده لما نفتح النوت بوك دي ونشوف الغلطات مش هنغلط فيها تاني، يعني مستحيل نغلط فيها تاني. الموضوع ده بجد كويس جدا.
كمان يا جماعة ممكن نعمل نوت بوك نكتب فيها الجمل اللي قريناها يعني في كتب وعجبتنا وكده. الموضوع ده برضو هيكون حلو جدا عشان بعد كده لما نيجي نقراها بلاش يعني هنروح نقعد ندور على الكتاب وكده، فنتجمعهم كلهم في نوت بوك هيكون الموضوع أحسن. كمان يا جماعة النوت بوك دي أنا كنت كاتبة فيها أذكار المساء وأذكار الصباح يعني، وشوية أذكار عموما يعني. كمان كنت كاتبة فيها أدعية وأحاديث عشان لما اكون بره وكده اقرا الاذكار، او لو مثلا الوقت اللي بقى فيه الدعاء مستجاب وكده كنت بقرا منها الادعيه. برضو الاستخدام ده حلو جدا، خصوصا كمان ان هي حجمها صغير والورق اللي فيها كتير فيعني منقذه يعني واستعمالاتها كتير. وبس كده يا جماعة، هي دي كانت استخدامات النوت بوك يعني اللي كانت في دماغي. لو عندكم استخدامات تانية اكتبولي في الكومنت. وهو ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تابعوني على حسابي على الانستا، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.